ثبتت المواجهة في كربلاء، استحالة الجمع بين الإيمان والنفاق، واستحالة الجمع بين الصلاح والفساد، كما هي استحالة الجمع بين النور والظلمة والخير والشر. خاض الحسين عليه السلام معارك أربعة في وقت واحد. خاض معركة الحق ضد الباطل، ومعركة التوحيد ضد الشرك، ومعركة الصلاح ضد الفساد، ومعركة العدل ضد الظلم. راية الحسين هي راية البراءة من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، بشرا كانوا أم حجرا، أم أنظمة حكم، أم أحزابا وجماعات. رسالة الحسين واضحة تمام الوضوح، إنه من دون الكفر بالطاغوت لن تتطهر القلوب من حجب الشرك، لن تتطهر القلوب من حجب الشرك، ومن دون ذلك لا تشرق أنوار التوحيد عليها. خاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حربا ضروسا ضد الشرك والكفر الظاهرين، وخاض الإمام علي سلام الله عليه حربا شعواء ضد الكفر والشرك المستترين. أما الإمام الحسين فقد خاض حربا أشد ضد كل أنواع الشرك والكفر والنفاق، ما ظهر منها وما بطن. الحسين داعية التوحيد، ومن يرفض الاستجابة له فهو يرفض الاستجابة لدعوة التوحيد. أصحاب التاج والصولجان يخضعون للشهوات والرغبات، وأصحاب الملايين يسجدون للقوة والسلطات، ووعاظ السلاطين يعبدون المال والجاه والمناصب. أما الحسين عليه السلام فهو يدعو إلى التحرر من ربقة الشهوة والسلطة والمال والجاه جميعا. لقد رمى الحسين بكل ما يعبد من دون الله في مزبلة التاريخ، وهذا ما يطلبه من جميع أتباعه ومحبيه.